في أول تعليق نسمي له على الأزمة بينه وبين والدته المطربة أنغام، قرر عمر عارف الابن الأكبر للمطربة المصرية عرض على الأخبار التي تؤكد وجود خلافات بينه وبين والدتها، حيث نشر تدوينة طويلة عبر حسابه على انستغرام تحدث خلالها عن علاقتهما وهاجم منتقديها. وقال عمر: هي والدتي، لن أدير ظهرها أبدا حتى لو لم نوافق على كل شيء. أي شخص يعتقد أنني سوف أؤذي والدتي لا يعرف من أنا، كل ما أفعله هو لأنني أهتم بها ولأنني أحبها، لا يحق لأي منكم مهاجمتي أو الدفاع عني. ويبدو أن عمر قرر مهاجمة زوجة والدته الرابع الموزع أحمد إبراهيم بشكل مباشر وعلى الملأ، حيث قال: سأظل دائما صادقا مع نفسي وسأظل دائما إلى جانبي. الحقيقة نعم، لدي مشاكل مع الرجل وأحتقره لأسباب عديدة، هذا ما هو عليه، ولكن لا تفكر ثانية واحدة في أنني أرى أن أذي والدتي. وتبع في رسالة موجهة لمنتقدي حديثه عن والدتي وزوجها: أنتم لا تحبون أمي أكثر مني، أنا أحبك على الرغم من كل شيء، أنا وشقيقي سندك الحقيقي ولا يمكن لأحد أن يحل محلنا، فأنا لست مؤقتا مثل بعض الناس، أنا إلى الأبد أمي أنا أحبك. وبالرغم من اعترافه بحبه الشديد لوالدته وأنه سيظل دائما يقف بجانبها، إلا أنه يبدو لازال غير راض عن تصرفاته مع زوجها الجديد، بالإضافة إلى أنه لم يتراجع عن قرار إلغاء متابعته لها وهي أيضا لازالت لا تتابعه. الجدير بذكر أن عمر قد نشر عبر حساسية الأستوري قبل يومين تهديدا واضحا لزوج والدته مثل قائلا: مسيرك هتقع في يدي، وصل الأمر إلى توجيه السباب له، لكنه سرعان ما حدث القصة، لكن أثار جدلا لم تنتهي منذ ذلك الحين.